أثابكم الله وجزاكم خيرا. المرسلة سين فاء من الجزائر تقول: هل صلاة الفجر السنة تعد من السنن الرواتب أم تصلى ركعتين أخريين بعدها وقبل الصلاة وتكون سنة راتبة؟ راتبة الفجر ركعتان قبلها ولا يكررها، لأنه إذا طلع الفجر دخل وقت النهي عن النوافل، يصلي ركعتين الفجر فقط لا يزيد عليهما من النوافل، لأن الوقت وقت نهي. نعم.